ليل دام شهدته ساحة التحرير في العاصمة صنعاء مساء أمس، سقط فيه قتلى وجرحى، حيث تفيد المعلومات أن اشتباكات بالحجارة بين بعض المخيمين في الساحة وبعض المهمشين وعمال النظافة الذين يسكنون بالقرب من التحرير هي مستمرة منذ 3 أيام. البداية أنه الموظفين بين الخدام حق السمسري، يعني الموظفين عمال حق النظافة والناس المخيمين المعصومين مع الرئيس، فالمضرين أكثر المواطنين اللي جالسين في الحي نفسه. أول مرة بعد الشباكة القسم ما نفعش، والأمن الناس صار يتحكم مع الموقف. أول مرة وثاني مرة وثالث مرة. سكان حارة باب السباح هم من كانوا الضحية حسب ما يفيد شهود عيان، جراء إطلاق النار على مجموعة من المهمشين في ساعة متأخرة من مساء أمس. شفت بعيني ناس برموا بحجار، ناس منهم كانوا مسلحين، كان برموا لوسط باب السباح. من هو الذي بالمسلحين؟ هذه في التحرير. اثنين منهم كان معاه موالي، كان يرموا لوسط باب السباح. انت عرفت انهم حق التحرير تعرفهم؟ ايوه، خرجوا قبال عيني. ايوه، كان يرموا داخل لوسط باب السباح. ايوه، وحتى القسم كان يرموا مطلع لان العمه تدخلش من المره. هكذا يبدو المنظر في التحرير، شوارع مقفلة وحركة تبدو مشلولة. يقول أهالي الضحايا أنهم لن يفتحوها إلا بالقبض على الجناه. محمود الحميدي، أصداء اليوم. وللمزيد عن